السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ناخذ في محاضرة ثانية. أنا سبق وشرحت المحاضرة عن فلسفة الانسرتينتي أو عدم اليقين اللي يجي من التغيير المناخي. اليوم راح ناخذ محاضرة ثانية عن نفس الموضوع لكن بشكل تفصيلي أكثر. راح نتكلم عن موضوع الانسرتينتي. موضوع الانسرتينتي بصورة عامة، أنت متدرس كلايمت تشينج، سبق ونوهنا على هذا الموضوع. المفروض أنت تدرس موضوع الانسرتينتي، لأن أنت إذا تدرس كلايمت تشينج بدون ما تدخل عدم اليقين أو عدم الموثوقية، معناها الدراسة مالتك ما بيها تتأكد إنه بيها vulnerability أو resilience، يعني هم راح يكون عندك resilience في الموضوع، إنه مرونة، مديرك الهيدرولوجي يتقبل هذا الانسرتينتي، النتائج تكون متقاربة تقدر تعتمدها كفيوتشر كلايم الداتا وهكذا. فنجي اغلب هذا اللي رمز قلنا احنا الى اسمين، اما جنرال سيركوليشن موديل او الجلوبال كلايمت موديل، متوفر من قبل الهيئه الانتر جوفرمنت بانل كلايمت تشينج، الهيئه الدوليه المعنيه بتغيير المناخ، وفرت حتى تستخدم تسوي انت نموذجه للبيانات او للتغير المناخي. ضمن القرن 21 ظهرت هذه يعني الهيئه او هاي المؤسسه، لاحظ انه significant انت يعني انتر موديل ينطينك uncertainty، هذا مرتبط مع السيموليشن. هسه راح نجي ناخذ انت عندك بالانسرتينتي اربعه يسبب لك uncertainty بشكل رئيسي. اول ثلاثه the three major انتبه ده اقول major الرئيسيات source of uncertainty اللي هي راح تقلل لك الثقه بالفيوتشر كليم الداتا، يعني تسبب لك limit بالconfidence، يعني محدودية بالثقة بالبروجكشن. هن شنو هم؟ اولا الانسرتينتي اللي يجي لك من الجلوبال كلايمت موديل نفسه from global themselves نفسه. الثاني انسرتينتي عدم يقين يجيك من الفيوتشر ايميشن سيناريو او الغاز ايميشن سيناريو المتعلق بالجلوبال ويرمنج الاحتباس الحراري او الايميشن سيناريو او الغاز سيناريو انبعاث الغازات. الثالث والاخير الانسرتينتي اللي يجيك من داون سكيلينج، احنا مثل ما سبقونا وهنا البيانات اللي مننزلها من جلوبال كلايمت موديل تكون خشنه وكبيره لانها موزعه على توزيع اقليمي جلوبال عالمي، فانا اريد احولها من جلوبال تاثيرها يتحول الى لوكال او ريجنال او اقليمي او محلي، فشنو اسوي لها طريقه التحويل؟ اسميها تصغير النطاق. فايضا عندي هنا كان عدد من يعني حالات تصغير النطاق، فايضا تقنيات تصغير النطاق تسبب لك نوع من عدم اليقين. فهذه كل هاي الامور هاي الانسرتينتي اذا اجتمعت راح تاثر لك على موثوقيه البروجكشن الاسقاطات المناخيه، وعلى من بعد على شغله ثانيه على السنسيتيفيتي اناليس على تحليل الحساسيه، تمام، اللي على اساس نقيم ربوس قوه النتائج، تمام عيني. فهسه هاي بصوره عامه حتى تفهمها انت، لان صراحه انا من لاحظت ابد ما حد مطرق من فيسبوك او العفو ضمن مواقع يعني التعليميه انه ضمن اليوتيوب او غيره يشرح عن هذه المصادر الخاصه بعدم اليقين. نجي هسه راح نتناول وحده وحده الانسرتينتي من الجلوبال كلايمت موديل. هاي من تجيني؟ بالمناسبه احنا قلنا الجلوبال كلايمت موديل او الجنرال سيركوليشن موديل الها نفس الاسم، يقصد بها هو عباره عن كومبلكس كمبيوتر موديل، عباره عن موديلات او نماذج حاسوبية معقدة تستخدم حتى تنمذج سيموليت اند اندرستاندينغ وتفهم نظام مناخ الارض، تمام عيني. تلاحظون اني بين قوسين كل شوية مستشهدتكم بحث حديث حتى انه تعرفون هذه الامور. They take into the account ياخذ بنظر الاعتبار تأثير العوامل المؤثرة على كلايمت. شنو هي العوامل اللي تأثر على؟ هن ثلاثة، الاتموسفير الجوي والاوشن المحيطات يعني الهيدروسفير نسميه، والليثوسفير اللي هو شيء يشمل لك اللاند سيرفس، تمام، والاي سي اف ثلوج ان كانت متواجده ضمن المنطقه اللي انت تريد تدرسها. هاوفر بيكوز ذا ايرث كلايمت از سوتش كومبلكس سيستم، لان هذا النظام المناخي يكون جدا معقد، لان راح يتناول ثلاث اغلفه اللي هو الغلاف الجوي والغلاف الصخري والغلاف المائي، فراح تعطيك قيمه السورس اوف انسرتينتي المرتبطه به تكون عاليه بسبب هذه الموديلات. نجي one measure of uncertainty يجيك بالتمثيل representing the underlying and physical process، من أمثل هذه العمليات الفيزيائية كلها، يعني أسوي interaction بين كل هاي العمليات، يعني الموديل الفيزيائي مثل من like such as transfer تحويل through the atmosphere، خلال التحويلات اللي تكون خلال الاتموسفير
The interaction بعد الانتراكشن التفاعلات اللي تكون بين الاتموسفير والليثوسفير ايضا، وبعد ممكن الغيوم اللي ممكن تاثر لك، وجود الغيوم راح تاثر لك على نسبه الراديشن، فهاي الامور واحتكاكها كلها راح تزيد لك نسبه الانسرتينتي. من ثانيا اللي يجيك من الجنرال سيركوليشن موديل الانسرتينتي باي ستراكشر نفسه، يعني مرات الموديل نفسه اللي انت تستخدمه يعطيك نسبه انسرتينتي، فهذا كل ما ارتفعت هذه الامور راح تزيد يعني سيجنيفيكانت ايرور، يعني تلاحظ خطا متوقع او كبير بنمذجه البيانات او المناخ. فاينلي جنرال سيركوليشن موديل also struggle حتى هو يعني مهما يكون وان وجدت الانسرتينتي، لكن هذه الموديلات او الجلوبال كلايمت موديل يعتبر قوي جدا ومواجهه التحديات في نمذجه او النمذجه الطبيعيه natural variability of the climate including الانترنال، وكذلك ايضا اللي تتضمن انا ممكن انمذج لفتره سنوات سنوي او ديكم اللي هو عقد عقود من الزمن، التغيرات العقديه والتغيرات السنويه. نجي على الانسرتينتي الثاني اللي قلنا يجينا ان الفيوتشر ايمشن سيناريو، شو اقصد بيها؟ الجلوبال كلايمت موديل سيموليشن دو تو ذا فيوتشر انفايرمنتال، بسبب السياسات البيئيه راح تتولد الجرين هاوس غازز ايمشن، لهذا مثلا يجيك من المصانع، يجيك من الحرائق، حرائق الطبيعيه، الحرائق الصناعيه، غيرها لا هذه الامور. ترتفع هذه الغازات الدفينه بالجو الرايز بيكوز بريدكتيف، بسبب تخمين الفيوتشر ايمشن سيناريو اس كومبلكس تاكس انوف كونسيدرنج مولتيبل فاكتور. منين تجيك هذه تركيز الغازات الدفينه؟ يجيك من البوبوليشن جروث، النمو السكاني، التكنيكال العمليات التكنولوجيه المتقدمه ادفانتج، الايكونوميك جروث النمو الاقتصادي، كل ما زاد النمو الاقتصادي معناها زادت المعامل وغيرها، وبالتالي زاد تركيز الغازات الدفينه. السورس اوف انرجي مصادر الطاقه، مصادر الطاقه الكهربائيه، مصادر الطاقه الحراريه، اي مصادر طاقه هذه تولد غازات دفينه بالجو واستخدامها. الايمشن سيناريو السيناريو الخاص بالانبعاث اد اثنين هن سيناريوهات الانبعاث وتركيز الغازات الدفينه او مسار الغازات الريبريزنتيف كونستركشن باثوي، تمام؟ اللي رمزه ار سي بي اس ار كو، يا هم اللي هن بالعاده اللي يستخدمه بالجنرال سيركوليشن موديل حتى احنا نمثل ديفرنت بوسيبل تراكتيف اوف جرين هاوس ايميشن، تمام؟ عيني اللي فيوتشر الايميشن سيناريو راح نجي ان شاء الله واحنا نشرحه بمكتب التفصيل. ار ريبريزنتد ان سبيشال، دائما اكو في التقرير خاص يصدر خاص بي بتركيز الانبعاثات الدفينه والمساني السيناريوهات الخاصه بالانبعاثات، تمام؟ وتمثيل الغازات او التراكيز الدفينه المسار تركيز الغازات الدفينه. هذا شنو اسمه الريبورت؟ اسمه سبيشال ريبورت اوف ايميشن سيناريو، اختصاره اس ار اي اس، تمام؟ ايضا من نفس الهيئه تصدره باي انتر جوفرمنت بانل اون كلايمت تشينج، تمام عيني؟ يصدر من عندها ويستخدم هذا في اكسبلور حتى يشرح لنا الرينج البوسيبل فيوتشر، يعني يقول لنا مثلا كم رينج عندك، مثلا ريبريزنتيف كونستراكشن باثوي 4.5 كذا 8.5 كذا 2.5 من الأسوأ من الاقل من المتوقع، تمام عيني؟ الانسرتينتي اللي بعده عندنا انسرتينتي فروم داون سكيلينج تكنيك اللي يجينا من عمليه تصغير النطاق. شو اقصد بهالداون سكيلينج؟ هي تكنيك، هي عباره عن تقنيه تستخدم لانتاج فاينر سكيل، يعني مقياس ناعم مثل ما نقول للكلايمت انفورميشن المعلومات المناخيه، باستخدام من باستخدام المقياس الخشن اللي هو يا هو اول قرص احنا يعني نستخرجه بالكلايمت تشينج اللي هو الجلوبال كلايمت موديل او جنرال سيركوليشن موديل اوتبوت. شو استخدم هذا؟ هاي الاوتبوت مالته تستخدم كانبوت للداون سكيل حتى شو يصدر لنا؟ حتى يصدر لنا الريجنال او اللوكال سكيل موديل، تمام يعني الريجنال او سكيل موديل. الانسرتينتي عدم اليقين يجيك من الداون سكيل يرتفع باختيار اولا طريقه الداون سكيل، عندك ثلاث طرق اما ستاتستيكال او دايناميك او هايبرد، كل طريقه نتائجها تختلف عن الثانيه، بس انت مو على اساس اجي استخدم هاي او هاي، كل ما بيها شروط باستخدامها which is impact على quality and accuracy of downscaling results.
بالإضافة شنو أكو أمر ثاني أثر؟ نعم الـSpecial Antiparal Resolution يعني الدقة المكانية والزمانية اللي خاصة بالGlobal Climate Model Output راح تأثر لك على الDownscaling Model. كذلك الInput Data البيانات المدخلة Quality نوعيتها أو جودتها اللي هي من وين تجيك Suggest Atmospheric Pressure الضغط الجوي Temperature Precipitation التاريخيات يقصد بيها ايضا تاثر على الكورنسي دقه الداون سكيلنج اوتبوت. اخر واحد احنا ما تناولناه هنا ضمن السورس لان احنا ناش قلنا بالهذا قلنا 3 ميجر رئيسيات جدا. اكو واحد ايضا له تاثير اللي هو الانسرتينيتي اللي يجي بالهايدرولوجيكال موديلنج. هذا ايش يشمل لي؟ يعني الموديلات الهايدرولوجيه المستخدمه ايضا تسبب لك انسرتينيتي عدم يقين مناخي. فهسه نجي الهيدرولوجيك موديل اللي شخصت بيها تستخدم الموديلات لها حتى تنمذج حركة المياه خلال الدورة الهيدرولوجية ليتم عن طريقها تخمين الريسبونس الاستجابة النهر أو حوض النهر أو نظام حوض النهر للتغيرات المناخية والتغيرات احنا نسميها سطحية الخاصة باللاند يوز أو اللاند كفر. الانسرتينيتي مال الهيدرولوجيك موديل من تجيب؟ تجيك من عدة عوامل. نمبر 1 الموديل ستراكشر الموديل نفسه ممكن يعطيك انسرتينيتي. 2 الانبوت داتا كواليتي مثل ما نعرف احنا الموديل الهيدرولوجي سبق وشرحنا مثلا السوات او هيك اتش ام اس او هيك راس ببيانات لازم ندخلها اللي هي شو تضمن مثلا هسه راح نسولف على سوات. سوات بعده بيانات لازم تدخل اليه هسه راح نحاول نشرحها لكم هسه مثلا راح اشوفكم انا شوف شنو هي البيانات اللي نحتاج اني ادخلها مثلاً بأي برنامج أسنع على التعيين عندنا برنامج سوات لاحظ هنا عندك هاي الصورة توضح لك البيانات اللي تدخل بسوات تحتاج أنت ديجيتال إليفيشن موديل وتحتاج تصنيف الترب سويل كلاسس وتحتاج اللاند سيرفيس كلاسس تصنيف سطح التربة وتحتاج السلوب كلاسس اللي هو الميلان أو السلوب توزيع التربة وتحتاج الهايدرو and meteorological data البيانات التصاريف وبيانات meteorological data. شوف لاحظ كل هاي الأمور تجتمع والتقسيمات السبيزن تجتمع كلها مع بعضها حتى تنطيك شنو بالنهاية تنطيك بالنهاية الـ يعني الـ مثلا نسوي لك water shed delineation حتى أنت تعرف هاي التصاريف أو غيرها. فلاحظ إذا عندك خطأ أنت في مكان يعني خطأ بدقة هذا اللي مثلا أنت تجيبه من الـ USGS أو أي موقع ثاني تابع لموقع الخرسان المساحة الأمريكي أو موقع ديفا. نجي soil classes soil ممكن تجيبه من الفاو أو من مواقع ثانية كل من لها resolution يختلف. كذلك لاحظ لو كل من هذا ينطيك نسبة عدم يقين فمن راح يتجمع نسبة الإرار أو عدم اليقين أيضا راح يأثر ويزداد هنا. حبيت أوضح لكم إياها أيضا. نجي بعد منين يجيني من البراميتر انسيرتينيتي لا ترجعون بالمحاضرات السابقة الخاصة بسوات أنا سويت أشيك الانسيرتينيتي عدم اليقين اللي يجيني من البراميترات المدخلة للبرنامج نفسه أيضا ممكن يسبب لك انسيرتينيتي. بعد السويل بروبرتيز خواص التربة المستخدمة اللي هسه سبق وشوفتكم إياها بالهذا الفيجيتيشن كاركترستيك خواص الغطاء النباتي هاي كلها راح يسبب لك difficult measure directly. الانسيرتينيتي مال هاي البارامترات كان امباكت راح تأثر لك على دقة النتائج او الموديل بريدكشن تمام وتشينج اللاند كفر لاند يوز الريلايبيليتي موثوقية اند افيلابيليتي اوف داتا المستخدمة في البيانات بالريجن كذلك الريجنال سبيشال سكيل المقياس المكاني الاقليمي راح يأثر لك. لكن عدد من الدراسات اللي احنا هاي ذكرنا جزء من عدها several studies يا ريت تنتبه على هاي العبارة لان هاي جدا مهمة several studies show that the uncertainty association اللي المرتبطة بالhydrological modeling بالنمذجة الهيدرولوجية تقريبا او نسبيا صغيرة جدا مقارنة بالuncertainty اللي تجينا من الثلاث عوامل الاولى اللي هي General Circulation Model أو Global Climate Model والإمشن سيناريو والداون سكيلينج مثل وهذا ذكرت لكم أنا عدم المصادر اشتغلوا وأكدوا أن نسبة الانسيرتينيتي تجينا من هذا النوع قليلة جدا مقارنة بأنواع الثلاثة الأولى. فإذا أنت عندك دراسة بحثية تقدر تتأكد
مثلا تشتغل على اول ثلاثة، او تقدر تسوي بحث ثاني تشتغل بيه على الانسرتينتي من موديل هيدرولوجي، وتاخذ مثلا موديلات متقاربة مثلا هيك اتش ام اس سوات كذا، يعني هاي الامور تاخذ كم برنامج يشوف الريزلت مالته، فتلاحظ انه اكو اختلاف بالريزلت لكن كاد يكون قليل جدا، مو ذاك الاختلاف مقارنة بالانسرتينتي اللي تجيك من اول ثلاث مصادر اللي شرحناها بالاعلى او مسبقا. اتمنى تكون محاضرة هذا اليوم واضحة ان شاء الله. اذا عندكم اي سؤال او استفسار ضمن فلسفة الانسرتينتي، لحد الان صار عندكم محاضرتين، تقدروا تراسلونا على القناة ان شاء الله احنا نجاوبكم. نلتقي بكم ان شاء الله بمحاضرات قادمة. دمتم بامان الله وحبه.